Welcome my English lovers. اهلا بكم حبايبي طلاب الثانويه العامه، معكم مستر ريمون مكرم في حلقه جديده من حلقاتنا على قناتنا المعروفه والمحبوبه ليكم ريمون مكرم جينيوس، اللي بتمنى تدخل ان شاء الله وتنورنا وتشرفنا بالاشتراك بتاعك وبالمتابعه للقناه لكل ما هو جديد ويخص اللغه الانجليزيه. وان شاء الله يا حبايبي طلاب الثانويه العامه النهارده هبدا معاكم حلقة جديدة بتطبيق عملي بتركيز على المراجعات، جزئية هامة جدا لكل تفاصيل الامتحان. ان شاء الله النهاردة امتحان الكتروني على يونت 1 خاص بالجرامر اللي موجود في يونت 1، واحنا بنحل بنشرح تفصيليا حلينا الجزء ده، اخترنا ليه ده وما اخترناش ليه، شرح باستخدام الاكزام نفسه. النهاردة الامتحان عندنا على الجرامر الباست سيمبل، الباست بروجريسيف، الباست بيرفكت، ماضي تام، ماضي بسيط، ماضي مستمر. وهسيب لك اللينك بتاع الثلاث فيديوهات اللي موجودين في القناه بيشرحوا الازمنه بالتفصيل مع التمارين، تمام؟ هنبدا ان شاء الله الامتحان زي ما هيجي على التابلت. جبنا ده الامتحان ان شاء الله جاهز على الجرامر، هندوس نيكست. نبدا مع بعض بسم الله. طبعا هتكتب الاسم بتاع سيادتك، هقول انا هنا كده ريمون مكرم، تمام. برضو هكمل مع بعض نيكست. نبدا الامتحان مع بعض. بيقول يا شباب نمبر 1 this nice story is based by طه حسين. اوكي، هنا الجمله بيتكلم عن طه حسين كتب قصة. طبعا طه حسين من الكتاب المعروفين لينا جدا، لكن غير موجود في العصر الحالي، فأصبحت الجملة في الباست. وعندي هنا this nice story، يبقى أصبحت الجملة هنا إيه؟ passive in the past. يبقى الإجابة هنختار مع بعض was written. طيب نمبر 2 يا مستر، بيقول لي she is base study when she was young. when she was، يبقى أنا بتكلم في صيغة الماضي، وعندي study هنا verb في الانفينيتيف، يبقى استخدم is used to ولا used to ولا was used to ولا used. لو استخدمت is used to او was used to محتاج ing. طيب used لا، ما ينفعش اقول used بس، يبقى استخدم الاجابه هنا used to اللي بتعبر عن past habit، عاده في الماضي وانتهت. نمبر 3 I borrowed my brother's watch while mine. استلفت الساعة بتاعت زميلي while mine. في الفترة دي الساعة بتاعتي كان بيحصل ايه؟ repair is repaired has been repaired was being repaired. عندي while، يبقى انا عايز الباست بروجريسيف الماضي المستمر بعدها، بس انا بتكلم هنا عن الساعة، يبقى استخدم ايه؟ باسيف للباست بروجريسيف، الماضي المستمر في صيغة الايه؟ الباسيف. يبقى الانسر was being repaired، تمام. مع الشرح يا شباب لكل جملة، مش بحل سرعة لكن عايزك تفهم انا اخترت كده ليه. نمبر 4 احمد زكار was hit by a driver who speeds at mad speed. العربية اتخبطت من واحد بيسوق بسرعة جنونية، يبقى كان بيسوق. يبقى انا قلت الكلام، يعني الإجابة قلتها أثناء ترجمة الجملة، يبقى was driving drive was driving drives. طبعا كان يبقى past progressive was driving، كان بيسوق بسرعة جنونية. Number 5 I was very angry when I arrived at the station as the train. as، خلي بالك من تركيبة الجملة وترجمتها، اقراها، ادي نفسك 10 ثواني تفكر ترجم الكلام. انا غضبان بسبب ان لما وصلت المحطة القطر يا ترى had left has left is leaving leaves. طب was ماضي بسيط، طب لو قلت has left يبقى انا كده وصلت قبل الايه؟ قبل القطر ما يمشي. طب هغضب ليه؟ لا، يبقى في حدث تم قبل وصولي اللي هو مغادرة القطر اللي هو past perfect. وآز هنا يا شباب بتديني معنى because، هنا آز بتديني معنى because،
ودايما بعد because بستخدم الفيرست اكشن الحدث الاول، يبقى الاجابة عندي هنا had left. Number 6 I didn't go shopping until I spaced the house war. عندي until بيجي دايما قبلها ايه؟ best symbol وبعدها مستر best perfect، يبقى هختار finish ولا finished ولا had finished ولا has finished. جملة سهلة جدا هستخدم had finished. Number 7 بيقول كده يا شباب we weren't hungry because we، زي ما اتفقت معاك دايما because بيجي بعدها السبب، والسبب اكيد first action، والfirst action بستخدمه ايه؟ past perfect. يبقى الpast perfect عندي هنا مين؟ had already eaten. We weren't hungry because we had already eaten. Number 8 before the letter he had a paper and a pen. Before بس ما عنديش subject. Before و after من غير subject direct بستخدم ال ing، يبقى مش هينفع اختار wrote write had written. الانسر عندي writing before writing. Number 9 no sooner عندي بعد كده هبدأ اختار. The noise then we rushed to the spot. نفكر ونركز. No sooner احنا مركزين او مع no sooner بنستخدم بعدها ايه؟ يا مستر بدأت بنو سونر يبقى هبدأ بهاد، تمام؟ وبعد هاد هستخدم السبجكت وبعد كده الباست بارتيسيبل، وعندي زين في النص وبعد زين بستخدم الايه؟ الباست سيمبل. يبقى نو سونر اطبق الكلام ده had we heard we did hear we had heard did we hear. لا يا مستر نو سونر بعدها هاد واستخدم السبجكت والباست بارتيسيبل عشان بدأت بيها الجملة. طيب نمبر 10 بدأت بهافينج. هافينج از بيز ذا شوبينج ماذر ستارتد تو بريبير لانش. هافينج لما هبدأ بيها الجمله يا مستر محتاج الباست بارتيسيبل دايركت، يبقى يا ترى الاجابه عندي دو شي ديد شي داز دان. انا قلت الايه الفورم 3 من الفيرب دان، يبقى هافينج دان. طيب نمبر 11 ات واز اونلي وين she space the house that وركز انا بشرح لك مع الحل يا شباب، تمام؟ هنا it was only when معها that اوكي، لكن no sooner معها then، لكن hardly scarcely معها when. يبقى هنا بيقول لي هنا ايه it was only when she space the house that she logged on the net. يا مستر هستخدم best perfect، يبقى الاجابة هنا had clean وبعد ذات بستخدم الباست سيمبل. طيب نمبر 12 space pot the child to bed I phoned the doctor. وعايزك تترجم pot هنا ايه؟ من الفيربز اللي هي بتبقى بترخم معايا شويه، فيها تركه. ازاي يا مستر؟ اصل pot ده من الافعال اللي هي ما بتتغيرش في البريزنت او الباست او الباست بارتيسيبل، يعني pot pot pot. افهم من كده ايه يا مستر؟ ان بوت هنا past participle، يعني هاخد معاها مين؟ هاخد معاها having، لان لو استخدمت after محتاج ing، no sooner محتاجه had بعدها، on محتاجه بعدها ايه؟ ing. نمبر 16 ولسه قايل دلوقتي hardly عامل زي scarcely زيها زي no sooner، لازم استخدم بعدها had، تمام؟ مش has. يبقى الإجابة هنا had he returned وبعد هارد اللي معاها إيه يا شباب؟ when. شرح مع الحل، الشرح بالتفصيل، عايزك تركز معانا وياريت تدخل وتدعمنا على القناة، تابعنا إن شاء الله هتجد كل جديد، هتجد كل حاجة تخصك توصلك بإذن الله بإذن الله الفول مارك. حبايبي نمبر 14 بيقول لي on seeing the fire she space for help. هنا on عايز اقول مجرد ما شافت النار ايه؟ has shouted had shouted was shouted shouted. on seeing هنا on بتديني معنى when، يعني كأني بقول كده when she saw the fire she shouted، مش محتاجة
اكيد الحدثين في نفس الوقت، ومجرد رؤيتها للنار ومجرد ما الصرخة خرجت، لان هنا بتطلب المساعدة. لو استخدمت has the present perfect، يعني كأن هي صرخت قبل ما نشوف النار اصلا. had the best perfect، البست ده يعني حدث قديم جدا، يبقى الصرخة سبقت الرؤية للنار. اوكي طيب was shouted، الجملة هنا passive. لا يا مستر، هنا when، كأني بقول ايه، when she saw the fire she shouted for help. 15 by 2012 I spent 3 novels. I was a great achievement for me. It was a great achievement، كان انجاز رائع بالنسبة لي. بمرور عام 2012، و 2012 ده لسه في المستقبل ولا العام ده مضى؟ يا مستر باي 2012 ده اصبح past date. باي لما بستخدم معاها سنة في الزمن الماضي استخدم ايه؟ past perfect. لكن لو استخدمت باي مع سنة في الفيوتشر، يعني لو قلت باي 2025 مثلا 2025، هستخدم future perfect اللي هو will have والpast participle. لكن هنا يا مستر باي ومعها سنة في الباست، يبقى الإجابة على طول had written. okay I had written 3 novels. It was a great achievement for me. ده كان إنجاز رائع بالنسبة لي. number 16، وركز في جملة زي كده. never space to London last year. never ده never دي بتعمل ايه؟ بتعمل نيجاتيف. طيب لما يجي لي اي كلمة بتدل على النيجاتيف وابدأ بها السنتنس، استخدم بعدها do او does، يبقى فين الإجابة يا مستر؟ he went ولا gone ولا did he go ولا did he went؟ طبعا did he go، لان انا هنا بستخدم did ومعها الانفينيتيف. 17 I used to be overweight. this means I am obese now. I am you are used to. I used to يعني يا مستر I used اعتدت أن، هنا بتعبر عن ايه used to؟ عادة في الماضي وانتهت، يعني انا كنت ولكن الان لا. يبقى انا كنت وزني زياده، ده معناه ان انا دلوقتي ايه؟ no longer overweight، يعني انا دلوقتي مش تخين. يبقى يا مستر I used to be overweight. this means I am fat, overweight, no longer thin ولا not overweight. طبعا انا مش تخين، I am not overweight. طيب number 18 while drinking juice سما was chatting with her friends online. أثناء شرب العصير سما كانت بتكلم أصدقائها. this means الجملة دي معناها إيه يا شباب؟ إن سما was drinking juice. سما's friends were drinking juice. سما and her friends were drinking juice. ولا سما said her friends were drinking juice. هل سما اللي كانت بتشرب؟ ولا زمايل سما اللي كانوا بيشربوا العصير؟ ولا سما وزمايلها اللي كانوا بيشربوا العصير؟ ولا سما قالت على ان زمايلها اللي كانوا بيشربوا العصير؟ نركز ونرجع نترجم. while drinking سما was يا مستر هو while بعدها ing امتى؟ لما يكون السبجكت اللي احنا عملنا له delete مش موجود هنا، هو نفس السبجكت اللي موجود في الجملة التانية. دي حاجة في الجرامر. while بستخدم بعدها ing لما يكون عندي the same subject. يبقى مين اللي بيعمل chatting ده؟ سما. طب مين اللي بيعمل drinking؟ سما. يبقى الجملة بتقول ايه؟ سما was drinking juice. تمام يا شباب، فيها تركة، فيها خدعة، لكن علينا احنا لا ان شاء الله بإذن الله في المارك معاكم يا شباب. number 19 she wished she were tall. what does this mean؟ يا مستر كلمة wish بتيجي معنى أمنية، بس أنا بستخدم wish وبستخدم بعدها past past symbol. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن أنت بتتمنى حاجة في الوقت الحالي. طيب يعني she wishes she were tall، هل ده معناه she was tall, she wasn't tall, she isn't tall, she is no longer tall؟ طبعا she wishes were tall معناها ان هي دلوقتي ما عندهاش الصفة، ما عندهاش الحاجة اللي هي بتقولها، يبقى she isn't tall. number 20 on holiday I met a lot
of my old friends. I met past simple. طب يا مستر استخدم هنا ايه؟ انا عايز اقول اثناء الاجازة. قابلت زمان. هنا مفيش verb عمل cut لverb تاني. لا. الverb هنا يا شباب بيقول لي اثناء الاجازة حصل في كذا. طب ينفع استخدم just as او as؟ لا. دول لازم استخدم معهم was were وال ing. وكمان ما ينفعش استخدم كمان معهم كمان اصلا ing. طب during محتاجة noun. يبقى الاجابة هنا ايه؟ while on holiday. ودي كانت اطلالة سريعة يا شباب على امتحان على جرامر الخاص بيونت 1. حاولت ان انا اشارككم فيه ونبدأ مع بعض ان شاء الله من الفترة دي سلسلة امتحانات مهمة جدا جدا. هنركز فيها على كل اجزاء الجرامر كل اجزاء الفوكابلري في صورة امتحان الكتروني. ونبدأ دلوقتي نعمل السبميت بتاعنا. طب نشوف الفيو سكور يا ترى الدرجة بتاعتنا كام؟ إن حمد لله 20 من 20 فول مارك. وبتمنى لكم التوفيق والفول مارك دايما إن شاء الله من نصيبكم. سايب لكم اللينك يا شباب اهو الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام. وانا هسيب اللينك بتاع الإجزام ده في اول تعليق تحت الفيديو. إن شاء الله تدخل تمتحن انت كمان مع نفسك وتدخل تشوف الفيديوهات وتتابعنا. وبقول لكم شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء. سلام.